مرحبا، اسمي توني فرانسيس، واليوم رح نكون هيك عم نقضي وقت رائع ومبارك مع بعضنا بمحضر يسوع، ونكون هيك عم نستمتع بكلمته يلي بيفتحها لنا بالروح القدس يلي عطانا اياه. اليوم عنوان المشاركة: يسوع مجدي ورافع رأسي. يسوع هو مجدك ورافع رأسك. اليوم المشاركة رح بتكون من مزمور 24، مزمور لداود مكتوب بالعهد القديم. إذا بدك وإذا بدك أختي تكوني عم تجيبوا الكتاب المقدس ونكون عم نقرأ مع بعض هيدا المزمور، وهيك نشوف الروح القدس شو بده يكشف لنا اليوم بهيدي المشاركة. رح كون هيك عم برفع صلاة بهيدا الوقت مع بعض، هيك نحضر قلوبنا، لأنه بدون صلاة، بدون ما نرحب بالروح القدس أنه هو يقودنا ويعلمنا ويرشدنا للحق، ما رح نفهم. رح يكون الكتاب المقدس بين إيدينا كتاب جغرافي وتاريخي وكتاب أحداث عم نقراها، بس هو أكتر من هيك، هو كتاب روحي. هو بيخبر عن مجد يسوع من الجلد للجلد، من التكوين للرؤية، والروح القدس هو اللي بيمجد يسوع. بهيدا الوقت أنا بشجعك وبشجعك تكونوا هيك عم تستكينوا وتعلمون أنه هو الرب. قصدي لكم أنه انتبهوا لأي تشتيت، أي تشويش، أي ديستراكشن بتليفونك، من ناس حواليك، لأنه الشيطان بده يحاول يلهيك إذا ما تسمعوا كلمة الرب اللي فيها نور وخلاص لألك ولألك. أو وقف البودكاست بهذا الوقت واسمعه بوقت آخر تكون مركز، أو انتبه من التشويش وخليك مركز على الكلمة المباركة، لأنه أنت مش بالصدفة، وأنت مش بالصدفة عم تسمعوا هيدي المشاركة اليوم. الرب قصد أنه توصلكم هيدي الكلمات، لأنه رح تعمل كل الفرق بحياتكم إذا سمعتوها بإيمان وحاولتوا تطبقوها بحياتكم. هاليلويا. بين السماوي يا رب منشكرك باسم يسوع، أنت أبو المجد. نعم يا رب، نطلب منك تملأنا بروح الحكمة والإعلانات بحسب أفسس 1 يا رب، تنعرفك معرفة كاملة. يا رب بارك قراءة هاي الكلمة اليوم لقلنا. يا رب كلم كل قلب بحسب الاحتياج. نعم يا رب، انت هيك تراقى لكل قلب بنورك، بمحبتك يا رب، ببركتك. شدد الكل بهالمشاركة وعلون لقلنا يسوع المسيح يلي هو مجدنا ورافع رأسنا. نعلن يا رب حمايتك علينا، دمك يا رب يغطينا باسم الرب يسوع المسيح. وشكرا يا رب انك تخدنا من مجد لمجد، من بركة لبركة، ومن مستوى لمستوى آخر يا رب، لأنه نحن رؤوس لا أذناب فيك أنت. من عظمك ومن باركك ومنعطيك كل المجد لك وحدك، أمين. بشجعك كمان خي وإختي تكونوا عم تشاركوا هيدا البودكاست، إذا بتحسوا الروح القدس عم بيقودكم تشاركوه مع حدا معين على السوشيال ميديا، مع حدا من أصدقائك، أصدقائك، عيالكم. كمان أخلي الرب يقودكم إذا بتحبوا تعملوا هيك، ونكون بركة للآخرين أنه نكب بزار الكلمة بقلوب كتار. المزمور 24 لداود، الآية الأولى بتبلش: للرب الأرض وكل ما فيها. عم بقرأ من ترجمة كتاب الحياة، في عدة ترجمات بس هيدي هلا عم بقرأ منها، ومن الترجمات البسيطة الواضحة والحلوة والمباركة. للرب الأرض وكل ما فيها. شو هالإعلان العظيم؟ شو هالإعلان العظيم والمبارك؟ إنه بداية المزمور، افتتاحية المزمور، هالكلمات يلي الرب عم بيقلنا إياها لقلنا اليوم، لقلنا، لألك، لألك، لألي، إنه هو السيد. للرب الأرض وكل ما فيها. يمكن حوالينا منفكر بهيدا الجيل يلي عايشين فيه إنه خربانة، وهي خربانة بمطارح كتير، بس منفكر إنه إف يعني الوضع صار خارج عن السيطرة، وكأنه الرب ما بقى موجود، والدنيا يعني منا بخير، والناس عم تبتلع بعضها، والشرور مثل الأمواج. يعني إذا 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 من نتطلع ممكن نفكر هيك، بس صاحب المزمور عم بيقلنا
وداود قطع بكتير شرور بحياته كانت محوطته، بس شو قال؟ أعلن سيادة الرب من الأول، قال للرب الأرض وكل ما فيها، بعده الرب وبعده السيد على كل شيء. وهيدا إعلان إذا أنت ما بتعلنه رح بتخاف ورح بتخافي، لأنه نحن ما عم نعلن إعلانات إيجابية مثل النيو إيج، نحن عم نعلن إعلانات إيمان مبنية على الحقيقة الإلهية، مش على وهم، مش إنه positive declarations، لا، على عم نعلن إيمان نحن. فلما بتعلن على حياتك إنه للرب الأرض وكل ما فيها، ولما بتعلن على حياتك إيه يا رب أنت الملك على الأرض، أنت الملك على أرضي أنا، على أموري وعلى كل ما فيها، أنت عم تجيب سيادة الرب بالإيمان على حياتك وعلى حياتك، كما في السماء كذلك على الأرض. ما يسوع قالنا اتفقوا بالصلاة مع مشيئته، يعني ليش علمنا نقول كما في السماء كذلك على الأرض؟ لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، لأنه مشيئته هي في السماوات وبده أنه تتم على الأرض، بس المفتاح هو الصلاة، أنه نقول له يا رب نحن متفقين معك، مثل ما هي بالسماء مشيئتك، مثل ما هي سيادتك بالسماء خليها على الأرض بحياتي التم. فنتذكر كمان أنه يسوع المسيح رب المجد لما كان عم بيعبر من ضفة إلى ضفة، قال كان بالقارب مع تلاميذه، قال كان نايم، ولوقا البشير بيقول انه كان نايم على وسادة، على ركاية، يعني كان مش بس انه نايم، كان نايم ومرتاح حاطط راسه على مخدية بوسط عاصفة، عاصفة مش عادية انه شوية موج عم بيدقوا بالقارب وهيك عم بيهزوا، لا، كانت عاصفة هوجاء يعني كتير قوية وكتير مخيفة، وكأنه ما بقى في سيطرة. يمكن تلاميذ عم بيقولوا خلص آخر الدنيا، رح نغرق رح نموت، it's uncontrollable، مش قادرين نسيطر، كأنه الرب ما بقى معنا وهو معهم وبالسفينة وقاعد ورا ونايم ومرتاح. فعرف انه حتى لو الدنيا بتقوم وبتقعد، إذا الرب القارب تبعك وإذا الرب القارب تبعك، إذا طلع عليه إذا هو مرتاح يعني أنت ارتاح. إذا الرب القارب تبعك مرتاح ارتاحي، يعني إذا هو هيك خلص، يعني it's okay، ارتاحوا. يعني إذا طلع على الرب، إذا هو عامل بانيك، طلع على الرب إذا هو عامل بانيك، أوكي بانكو مع بعضكم. بس الرب ولا مرة رح بيكون خايف ومبنك ومكتئب وعم بيقول يي هدي ما كنتش شايفها أنا أنه جاية على حياة حبيبي وحبيبتي أولادي، يي شو بدنا نعمل أيها الآب، أنه شو البلان بي؟ الرب ولا مرة عنده بلان بي، تتخيل؟ رب المجد عنده بلان بي، شو هالمسخرة؟ هو دايما بلان اي، لأنه ما بيفشل لا يعمل بلان بي. فرب إذا معك بالقارب ما تخاف حتى لو في عواصف، وإذا الرب معك وبالقارب ما تخافي حتى لو في عواصف، وتطلع عليه، إذا هو مرتاح أنت ارتاح. مش بس هيك، بمزمور 2 بيقول الجالس على العرش يضحك، قال ويستهزئ بالأعداء. ف بشجعك بوسط العواصف لما يكون في شرور حولك، عمل شي واحد، فرح وتمسخر على إبليس وأعوانه، وتضحك أنه استهزئ، استخف بالعدو، لأنه هو بالآخر فاشل. يعني الرب بده يحول كل أمورك وكل أمورك للخير وللبركة. فمن هلأ فرح، ما تفرح بعد ما تعبر وبعد ما تنتصر. بوقت العاصفة الرب بده يعطيك فرح، وبوقت العاصفة الرب بده يعطيك راحة. ما تنطر لتاخد راحتك وفرحك بعد ما تستكين وتصير الأمور براحة والدنيا بألف خير. ما الكل بيقدر يكون عنده إيمان بوقت السلام والفرح والطمأنينة والبركة والازدهار والمجد، ما هيك؟ لا، هو الإيمان بوقت العواصف، بوقت العواصف. والإيمان تبعك والإيمان تبعك بيوصلوكن بالمجد، بيوصلوكن بفرح الرب، بيوصلوكن بسلام الرب، بيوصلوكن بالبركة. منكمل، قال للرب الأرض وكل ما فيها، له العالم وجميع الساكنين فيه. مش بس هو ملك على الأرض وعلى العناصر بالأرض، هو كمان قال له العالم وجميع الساكنين فيه، يعني مديرك الرب مهيمن عليه. يمكن تقول لي لا، شو مديري؟ مين بيسيطر عليه؟ مين بيهيمن عليه؟ ما حدا بيضبطه. لا، علون أنه الرب هو قال له العالم وجميع الساكنين فيه.
الكلمة بتقول إنه الرب قال بيسود على الملوك، بهيمن على الملوك، قالوا بحركهم مثل ما بحرك جداول المياه، هو السيد على الملوك. فهيدي كلها إعلانات إيمان خيي وإختي. إذا ما بتعلن إنه الرب هو بهيمن على العلاقات بحياتك وعلى البشر، ما رح بتختبر زراعة الرب، ما رح بتختبر سيادته وملكه على الأحداث وعلى الناس. فهي مش محاولة سيطرة على الناس، هي محاولة إنه يا رب أنا بعلنك مالك على علاقاتي، وهي العلاقات للبركة وما رح تأذيني. هاي هي الفكرة منهم، من هول الإعلانات. فهو مالك على مديرك، مالك على اللي أنت بعلاقة معهم. منكمل بالآية الثانية، قال لأنه هو أسس الأرض على البحار وثبتها على الأنهار. ليش الرب هو السيد على الأرض وكل ما فيها والعالم وجميع الساكنين فيه؟ بيقول لك بالآية الثانية الجواب، قال لأنه هو أسس الأرض على البحار وثبتها على الأنهار. ببساطة عم بيقول لك أنه الرب عنده السيادة على كل شيء لأنه هو الخالق. ما في أبسط من هيك. فكل شيء أنت بتخلقه بتكون أنت سيد عليه. منكمل بالآية الثانية، من يحق له أن يصعد إلى جبل الرب ويقف في بيته المقدس؟ إنه صاحب اليدين الطاهرتين والقلب النقي، ذاك الذي لا يحمل نفسه على الباطل ولا يحلف منافقا. هون عم بيقول لك في مفاتيح للصعود بالمجال الروحي، يعني لتكون بالارتفاع بالبركة. عم بيقول لك شو تعمل؟ قال مين بيصعد لجبل الرب؟ إنه صاحب اليدين الطاهرتين والقلب النقي، ذاك الذي لا يحمل نفسه على الباطل ولا يحلف منافقا. هيدا بالآية الخامسة قال يتلقى البركة من الرب والبر من عند الله مخلصه. مش بس البركة كمان البر. الرب مش بس بيعطيك البركة، الرب بيعطيك أن تكون بار، لأنه كتار عندهم يمكن البركة أو بتلاقي حياتهم فيها ازدهار أو تقدم أو نوع من أنواع الفرح، بس ما في بر بحياتهم. يعني هيدي البركات رح بتهلكهم، رح بتقودهم للدمار. لا، نحن مش بس نتلقى البركة من الرب، قال والبر من عند الله مخلصه. فأمن أن الرب مش بس بيعطيك البركة، بيعطيك الكاركتير كمان، بيعطيك الشخصية يلي بتقدر تثبت على سلم البركات تبعك. لأنه إذا عندك بركة من الرب بس ما عندك البر والشخصية الإلهية اللي بتخليك تحافظ على المطارح العالية اللي بتوصلها، أنت ما رح تكمل بالارتفاع، لا بل بالحقيقة رح بتكمل بالانخفاض، أو بلحظة ما بتعرفها فجأة رح بتسقط. بس لا، أعلون أنه قل له للرب، وأنا هيدي من الآيات اللي بصليها وبشكر الرب عليها، بقول له يا رب شكرا أنه أنا مش بس بتلقى البركة من عندك، إنما كمان البر من عند الله مخلصي، بتعطيني كمان أنه أكون بار لأبقى بالخلاص. قال البر من عند الله مخلصه. فالبر يلي بيعطيك يا الرب هو للخلاص دايما. وقف هون هيك لحظة خيي وإختي وصلي بهيدي الآية، قل له للرب يا رب بشكرك على البركات يلي عم تبعتها بحياتي بهيدا الوقت أو بالأيام اللي جاي كمان، ولكن بشكرك أنك تلمس قلبي، قال ترد نفسي وتهديني إلى سبل البر إكراما لإسمك. شكرا يا رب أنك تجعل كل معوج بقلبي يستقيم، وكل عالي ينخفض، وكل منخفض يرتفع، فيتجلى مجد الرب بحياتي. شكرا يا رب لأنه أنت مش بس بتباركني، أنت بدك أنه هاي البركة تدوم بحياتي. تذكر خيي وتذكري أختي أنه يسوع قال الآب ما بده بس أنك تكون مثمر، الآب ما بده إياك تكوني بس مثمرة، إنما قال وثمركم يدوم. هيدي مشيئة الرب، هيدا قلب الرب. منكمل بالآية السادسة، بعد في آيتين ثلاثة وبنخلص. قال هذا هو الجيل الساعي وراء الرب الطالب وجهك يا إله يعقوب. بدي أسألك، أنت من هيدا الجيل الساعي وراء الرب الطالب وجه إله يعقوب؟ أنت عم بتدور على الرب وعلى حضور الرب، على العلاقة معه، ولا بدك تطلع على جبل الرب لأنه عايز غرض منه وبركة؟ البر يا أحبة، البر خيي والبر أختي،
هو أنه نكون عم نطلب الرب أولا، مش أنه ما نطلب بركاته، لا بدنا نطلب بركاته، بدنا وجه وإيده. هو قالنا بكذا مطرح طلبوا وجه وإيدي، بس في أولوية. يعني بالحياة الطبيعية أنا إذا بعلاقة مع شخص بس بيجي لعندي أو بتجي لعندي بس لأنه في مصلحة، هاي علاقة ما بتستمر، هيدي علاقة مبنية على مصلحة، وما عندي مشكلة أنا للخدمة. وفي كتير أصلا علاقات بحياتنا مش ضروري يكون في علاقة، يعني قصدي relationship وحميمية، يعني معرفة وعلاقة نائية، في علاقة خدمات طبيعي، بس بالعلاقة مع الرب مش لازم هيك تكون. يعني علاقتك بيسوع وعلاقتك بيسوع لازم بالأول تكون هيدا مثل ما عم بيقول داود بهيدي الآية، قال هذا هو الجيل الساعي وراء الرب، ركدين وراء الرب، الطالب وجهك يا إله يعقوب، بدنا نشوف وجهك، بدنا نعرفك قبل ما نتلقى البركة، قبل ما تستخدمنا، قبل كل هالأمور المجيدة. في أولويات بالعلاقة مع الرب، زبط أولوياتك اليوم وزبطي أولوياتك إذا مش صح. بتعرف الرب بيعرف القلوب، بيعرف قلبك وبيعرف قلبك. لما تبعوا يسوع بعد ما عطاهم الخبز، تتذكروا عجيبة تكتير الخبز والسمك، قال بعد فترة يمكن بنفس النهار تبعوه للرب وتبعوه مسافات طويلة. يعني لأول وهلة يمكن يسوع بتطلع بيقول اف اف واو، هود تعذبوا قطعوا جباله وديان ليكونوا معي، بس قال لهم الرب لأنه بيعرف حقيقة القلوب، قال لهم أنتوا عم تلحقوني لأنكم أكلتوا وشبعتوا، وقال لهم ما تسعوا وراء الخبز الفاني الطعام الباقي، بل اسعوا للخبز اللي بيعطيكم حياة أبدية. فالرب بيعرف القلوب وما عنده مشكلة يعني يخدمنا، هو بحبنا وبده يباركنا، بس ما بده ينا نبقى بهذا المطرح يلي بس اعطيني يا رب وباركني وسهل أموري. الرب كمان عنده مشاعر، وهو بده أنه نسعى لنطلب وجهه ونطلب حضوره ونطلب العلاقة النائية معه أولا. ويمكن أنت بتبلش بعلاقتك مع يسوع، بتبلش بعلاقتك مع يسوع على مصالح. أنا بتذكر من سنين كنت عم بلحق الرب لأنه كنت مدمر بحياتي نفسيا وبكتير مطارح بحياتي، وكان بدي أنه يساعدني بقوته وعمله وبحب، وكان ناطر يعمله، بس ما كانت أولوياتي علاقة حميمة مع الرب. يعني كنت حبه أكيد، بس كانت أولوياتي أنه يا رب أنا طلعني من هذا الشيء اللي أنا فيه أولا، وعملها ودايما إيده ممدودة للخلاص. بعدين منصير نكبر وننضج بالمحبة ونصير نطلب وجهه قبل إيده. فبكل الأحوال الروح هيك، الروح القدس عم بيسامعك اليوم وعم بيسامعك أنه هو بحبك حتى لو بس عم تطلب منه طلبات، بس الرب كمان بده يعبر فيك لمستوى أعمق بالعلاقة مع يسوع. الرب بده يعبر فيك لمستوى أعمق بالعلاقة مع يسوع، بده أنه نكون بعلاقة مع الرب، علاقة حميمة. لأي السبعة أو السابعة، ارفعي رؤوسك أيتها الأبواب. وقبل ما أرى هذه الآية صلي باللي كنت عمل لك إياه بالآية السادسة، قل له للرب يا رب زبط أولوياتي، خليني أطلب وجهك قبل زراعك. وأنت هيك كمان أختي عملي هلأ، خدي ثانية وارفعي قلبك. بالآية السابعة، ارفعي رؤوسك أيتها الأبواب وارتفعي أيتها المداخل الأبدية فيدخل ملك المجد. بعد ما قرينا الآية السادسة، بعد ما طلبنا وجه الرب وصرنا بعلاقة مع الرب، عرف شي واحد خي واختي بالآية السابعة في حياة الارتفاع والمجد. لما بتكون بعلاقة مع يسوع، لما بتكون بعلاقة مع الله الآب من خلال يسوع المسيح، شي يلي رح بتعيشه هو الرفعة. ارفعي رؤوسك أيتها الأبواب، حط اسمك هون، ارفع راسك توني، ارفعي رؤوسك أيتها الأبواب وارتفعي أيتها المداخل الأبدية. ومش بس راسك، كل أمورك رح ترتفع وملك المجد رح يدخل عليها. فما في حدا كان بعلاقة مع يسوع وكانت علاقته أو حياته بالانحطاط أبدا، من مجد لمجد،
وهيدي عنوان المشاركة، يسوع هو مجدك ورافع رأسك. نتذكر يا أحبة بالعهد الجديد لما يسوع فات على مجمع وشاف المؤمنة هونيك كانت منحنية الظهر ل 18 سنة، غضب، اجا قال وقف قدامه والكل عم يتطلع على الرب ملك المجد شو بده يعمل شو بده يقول، لأنه بيعرفوا بيعمل عجايب. فقال لهم معقولة هيدي ابنة إبراهيم ومربوطة من إبليس لأكتر من 18 سنة؟ أم شو عمل الرب؟ قال لها يا امرأة محلولة من ضعفك، بعدين قال حط إيده على ظهرها، قال فاستقامت ومجدت الله في الحال. هيدي المؤمنة ابنة إبراهيم بنت الوعد بعلاقة مع الرب، بس كان في انحناءات، وكتير مرات نحن بعلاقتنا مع الرب صحيح منعرفه بس بمطارح بعد عنا انحناءات، بعد عنا مطارح فيها زل، مطارح فيها بعدنا عم نتطلع على الأرض، بعد الرب مزارنا أو زار هيدي المطارح بمجده. عم هيك أنا بحب أتخيل الكتاب المقدس والأشياء اللي بقراها، إنه هيدي المرة ل 18 سنة الشيء الوحيد يلي كانت عم تشوفه هو إجريا، يعني كل الوقت المنحنية الظهر وعم تتطلع بإجريا، كل الوقت عم تتطلع بالتربة بالأرض بالزل، ما عم تقدر تشوف وجوه ناس، عم تشوف إجرين الناس كل الوقت إجريا. فمش بس هيك، تاني نقطة أنه لما كانت عم بتروح على المجمع كانت عم تسمع التوراة، عم تسمع كلمة الرب، بس ما كانت عم بتشوف الرب، كانت عم تسمع صوت الرب. فلحد ما زار يسوع قال استقامت وطلعت بالرب. أنا بعتقد أنه هيدي المرة يمكن أول ما اتطلعت بيسوع وجها لوجه كان لأول مرة بتشوف حدا، وشو هالحدا اللي شفته، هللويا، شافت رب المجد. فيمكن بقلبها قالت الرب مجدي ورافع رأسي، هاللويا، الرب بده يزورك وبده يزورك بالمطارح اللي منحني ومنحنية فيها، كرمال هيك تستقيم على مرأة من أعدائك، على مرأة من أخوتك كمان، وهيك تكون عم بتشوف ملك المجد وجها لوجه. بتعرف كنت عم بقلك من شوي أنه هيدي المرأة سمعت التوراة كل هالسنين ل 18 سنة بس ما كانت عم بتشوف الرب، so to speak، يعني بمعنى أنه ما كانت عم تشوف وجه الرب، بس بعدين سمعت صوت الرب، لأنه لما الرب وقف قدامها ما شافت وجهه لحد ما جلسها وعمل هالعجيبة معها، كانت عم تسمع صوت التوراة، كانت عم تسمع صوت الكلمة الحية المتجسدة، كانت عم تسمع يسوع عم بيقول هيدي ابنة إبراهيم، عم بيعلن هيك بركات عليها، وكان عم بيعطيها رجاء وعم بيقولها انه مش لازم تكون بعد منحنية. كانت عم تسمع اجمل الكلمات من تم رب المجد، بس ما كانت عم بتشوف. وبعدين لما عمل مع العجيبة جلست وشافته، فكانت عم تسمع الكلمة، بعدين مش بس سمعت الكلمة وشافت رب الكلمة. انت يمكن عم تسمع لسنين طويلة وعظات تعاليم بس بعدك منحني وما عم بتشوف صاحب الكلمة اللي عم بيحكيك من خلال كل هالوعاظ وكل هالاشياء اللي بتقطع بحياتك. الرب اليوم مش ما بده اياك بس تسمع هيدي الكلمات، انما كمان بده يجلسك لتشوف وجهه وتشوف مجده ويرد المجد بعد ما قطعت بالذل وبالعار وبالانحناء كل هالسنين، لانه الرب اله تعويض. كمان منتذكر لما يوحنا الحبيب قال بسفر الرؤيا لما الرب اخده بالزيارة للسماء، قال سمع صوت من خلف، قال التفت وشاف صاحب هيدا الصوت، شاف يسوع ووصفه بالتدقيق. وبتقدر تقرأ وصف يسوع برؤية واحد. فالرب بده أنه يلمس حياتك ويلمس حياتك وتكون عم بتجلس من مجد لمجد. فبالآية 8 من هو ملك المجد هذا؟ يمكن هيدي المرة كانت عم بتقول كل هالسنين ايه عم بسمع عنه، بس من هو؟ من هو ملك المجد هذا؟ لحد ما اجا وعليلة راسها وشافت ملك المجد حقيقة. والرب بدو ياك ما بقى تتساءل وتتساءلي
انه ايه عم بسمع عن الرب، عم بسمع تعاليم، عم بسمع وعظات، عم بروح على الكنيسه، بس انه من هو ملك المجد؟ حياتي مش مليانه بعد من هيدا الملك، مش عم شوفه مين هو. اليوم امن وصدق، امنه وصدق انه هيدا الملك، ملك المجد بده يزور حياتك ويزور حياتك كرمال ما بقى تتساءل مين ملك المجد هيدا ويكون مجده غريب عنك وعنك، لا ابدا. فأنا بصلي هلأ باسم يسوع لمسات المجد على حياتك وحياتك هيك تستقيمون باسم يسوع وتحدثوا بمجد الرب. قال إنه الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال، هو بده يحامي عنك، بده يعمل حروبات المجد من أجلك ومن أجلك لأنك أصبحت عزيزا في عيني القيادة أمم من أجلك ومن أجلك، بيقول بأشعياء 43. فهو رب المجد جبار في القتال، خدها بطريقة خاصة وشخصية لحياتك ولحياتك. هالكلمات مش عامة، خاصة لإلك ولإلك بالروح القدس. علون هو الرب القدير الجبار لإلي أنا، لأموري أنا، لإنحناءاتي أنا. فعل قوة الرب بإيمانك، فعل قوة الرب بإيمانك. علون هو الرب الجبار في القتال بحروباته. هاليلويا. عم شوف هيك اختراقات هلا عم بتصير، عم شوف هيك بعض الاختراقات انفتح لإلك، انفتح لإلك أكيد للي عم بيعلن إيمانه. الرب عم بيزورك وعم بيزورك، لأنه الإنجيل هو قوة الله للخلاص لمين؟ قال لكل من يؤمن، بيقول بولس. لأي تسعة ما قبل الأخيرة، ارفع رؤوسك أيتها الأبواب، ارفعيها أيتها المداخل الأبدية. إيف معقولة كل هالآيات اللي عم نقراها؟ ارفعي ارفعي رؤوسك، ارفعي رفع 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 رفع. وهذا الشيء وين بلش؟ بالآية الستة السادسة اللي هي المفتاح. هذا هو الجيل الساعي وراء الرب، الطالب وجهك يا إله يعقوب. مستحيل تكون بعلاقة مع يسوع وما تختبر ارفعي 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 ارفعي. مستحيل تكوني بعلاقة مع يسوع وطالب وجهه وما يكون في ارفعي 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 رؤوسك ايتها الابواب، وانه الرب عم بيحارب حروبات المجد بحياتك وحياتك. مستحيل ما تختبر هالشي، مستحيل. عم بحكيك عن خبرة، عم بحكيك عن اختبارات روحية حقيقية مش وهمية. لي التاسعة، ارفعي رؤوسك ايتها الابواب، مور مكان الظل بحياتك، مكان الانحناء. اذا انت بعلاقة مع يسوع المجد لألك، اذا انت بعلاقة مع يسوع المجد لألك. مري هيدي الابواب ترتفع، مر هيدي الابواب ترتفع بحياتك. علون قول انا بحقلي المجد، بحقلي الرفعة، لاني انا بعلاقة مع صاحب المجد، انا بعلاقة مع صاحب المجد. كيف حياتي بدها تكون بهزيمة وبخجل وبعار؟ هيدا الشيء اصلا بتعرف خي، بتعرف اختي، هيدا الشيء ما بيمجد الرب. تخيل انا اكون بعلاقه مثلا، ما رح اقول رئيس، خي بعلاقه مع بي الارضي، اوكي هلا هو صار عند الرب، بس انه انا اذا كابن له اذا بعيش حياه فيها هزيمه وبلبس ثياب مرته، واكيد هون ما عم بحقر بالفقرة وباللي مش قادرين، بس عم بحكي فكره وصوره معينة. يعني حتى الفقراء بيعملوا جهدهم، الأباء والأمهات بيعملوا جهدهم يعطوا أولادهم بحسب إمكانياتهم الأفضل، بس عم بحكي للي متوفرين، متوفرة شوي الأمور معهم، ميسرة مثل ما بيقولوا. يعني إذا أنا بعيش كأبن بخزي بعار، تيابي مش منيحة، شكلي مش منيح، طالع ريحتي، مش عم بقدر أكل، جوعان، الناس مش هتحكي علي، الناس رح تحكي عن بي، ما هيك بالمدينة. فلا مش مجد، مش بركة لبيك السماوي انه انت تعيش بحياة فيها ذل. ايه بتعني له، يعني اذا مش لألك لألو، انه انت سفير لألو، انت سفير لألو، انت سفيرة لألو، والرب بده اياك تعيش حياة المجد والبركة. ما عم بقولك حياة الـ يعني الغنى الفاحش المادي، عم بحكي مين بيعرف كمان يمكن يعطيك يقتمنك على اموال كتير لتعمل امور عظيمة فيها كمان، بس الفكرة انه الرب بده قال يملأ كاسك وتفيد بهيدا الكاس، يباركني ويجعلني بركة. فلا خدها شخصية علون اليوم، انه انا بعلاقة مع ملك المجد يسوع مجدي ورافع رأسي، ما راح تكون حياتي فيها ذل وعار. اول شيء لإله، لانه ما بمجده قدام الناس انه انا اعيش
بهيدا الأسلوب. يعني أنا بعلاقة معقولة مع إله الشفاء وحياتي كلها أمراض، أنا بعلاقة مع إله البركة وحياتي ما فيها بركة، أنا بعلاقة مع إله الفرح بس بقوم مكشر وعندي أحزان وعم تكلني. لا لا، في شي غلط، في شي غلط. أبدا أبدا أبدا، اليوم لازم هيك تحط حد فاصل بحياتك، وتحطي حد فاصل بحياتك وتقولي لا، أنا للمجد، أنا للبركة، أنا بعلاقة مع ملك المجد. فمور مور هاي المطارح الواطية بحياتك لأنك بعلاقة مع ملك المجد. إلا وقولي له ارفعي رؤوسك أيتها الأبواب، ارفعيها أيتها المداخل الأبدية، فيدخل ملك المجد. من هو ملك المجد هذا؟ إنه رب الجنود، هو ملك المجد.